وصفة للعناية بالشعر نعم. خلال هذا الوقت هذا وهذه الفترة. فهنا غادي نحاول ندير واحد السيروم. نعم. دير واحد السيروم اللي غادي يكون مقوي ويكون كذلك كيعاون فروة الرأس أو كيساعد في العلاج ديال فروة الرأس كيرجع لها الحيوية ديالها. إذن هنا غادي ناخدو معلقة كبيرة ديال زيت لافوكا، معلقة كبيرة ديال زيت الجوجوبا، وغنضيف لهم 10 ديال النقيطات ديال الروح ديال الورد. نعم. ديال الويل اسونسييل دو روز 10 ديال النقيطات، معلقه كبيره ديال زيت الجوجوبا، معلقه كبيره ديال زيت لافوكا، تخلطوهم شويه من هذا الخليط، ماشي بزاف، غير كما كنقولوا حنا واحد دي بتيت نوازيت او قطيرات صغار، كندهنوا بهم يدينا وكندهنوا الجلده ديال الشعر والشعر كسيروم. وهنا الميزه ديال هذه الوصفه اننا نديروها بالليل. نعم. ونباتوا بها. أيوة. ويوميا ما نقطعوهاش. الجوجوبا فيها لا جوجوبين، زيت لافوكا فيها تركيز كبير ديال الفيتامين او، زيت الورد فيها واحد الكول ناتوريل اللي هذا كيكون بمثابه مضاد الحساسيه، هذا واحد المركب اللي كينقي الفروه ديال الراس، اللي كيعطينا حيويه للبصيلات ديال الشعر، وكذلك كيعاون في التماسك ديال الشعر ديالنا. وهكا ان شاء الله يكون سيروم خفيف وبسيط وحتى ماشي مكلف، لان الا خلطنا هذه المكونات غادي يبقاو لينا حتى 3 شهور. لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناه تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله.